بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم في فندق هيلتون جدة. يطل فندق هيلتون جدة ذو 5 نجوم على كورنيش، على كورنيش جدة والبحر الأحمر، والبحر الأحمر، ويوفر 5 مطاعم و 11 غرفة للاجتماعات، 11 غرفة للاجتماعات، ونادي صحي مع مسبحين، مع مسبحين. كما تتوفر خدمة واي فاي مجانا في اللوبي، وتحتوي جميع الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة ومكتب للعمل ومنطقة جلوس. كما توفر الحمامات، حوض الاستحمام ودوش ولوازم استحمام المجانية ورداء حمام ونعال. يضم فندق هيلتون جدة 5 أماكن للتناول الطعام، فيتم تقديم المأكولات العالمية في مطعم السفينة الذي يتميز بديكور عربي وثرايا ذهبية. وأيضا تجدون في هذا الفندق ستيك وهامبرجر من مطعم مانهاتن سبورتس. يمكن للضيوف الذين يتبعون أسلوب حياة نشيط الاستمتاع بشواطئ هيلتون جدة البيضاء الرملية الخاصة الموجودة على بعد مجرد 30 دقيقة بالسيارة. وتتوفر أيضا ملاعب تنس، ملاعب تنس بشكل جيد وجيم على أحدث طراز. وأيضا تجدون في الفندق صالة البولينج. يقع فندق هيلتون جدة على بعد 20 دقيقة بالسيارة من وسط المدينة جدة، كما يبعد ساعة واحدة بالسيارة عن مدينة مكة. وأيضا مطار جدة الدولي يقع على بعد تقريبا 15 دقيقة بالسيارة من مكان الفندق. ومعلومات زائدة ستجدون تحت هذا الفيديو، سيكون هناك الرابط، ادخلوا واحجزوا هذا الفندق عن طريق بوكينج أو أغودا أو هوتيلوك أو مواقع أخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.